الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بإذن الله سبحانه وتعالى سيداي ولا له عطسدين كرهان ولا لها إن قصوا بوقد مقالة برعا ونرحب بهم جميعا وحاينوا وقت كوبا إن شاء الله تعالى كو آخرين دولنا كتاب كان ليرهدو الرائية في السنة وحاينوا بإذن الله سبحانه وتعالى كتاب كاسو آخرين دولنا قابا إنو تركيزنا أصوشا الشيخ وكتابك الشيخي وحي مسائل كفر عمينا إنو إن شاء الله تعالى اسكدو المرة شيخ كتابك قري والسعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين أبو القاسم الزنجاني وحلون اسمي مقالة لراهدو الزنجان انت بضن قلوين كوتر جمين يا وحي ورانا يا المقالة سوحي كتالة أدربيجان والله قي أبا وقتي قاس موقع جغرافي كتالين وهذا ربيجان لكن هذا مقالة سوحي كميت هاي ودن كالراهدو إيران ودن كأدربيجان لراهدو حدودهان ومترتو فنيو بدن باشيخ وتر جميسي وكميدي هاي الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كتاب كيد تذكرة الحفاظ كذلك في سير أعلام النبلاء وركو الرمي الذهبي مركو الشيء ولد في حدود سنة 80 و300 أو قبلها صدح بغوليس ديتن مركي تاريخ الهجري واحد أما كهر لكن يدو دادي سايرتهاي أيو بلاباي إنو علمك حديثك علمتك كدقيستو سياسي أياني أسانيد دي سكون نقطي أسانيد عالية سند سرية علمي بضن بولها وترجمة دي سلغو الشيغو مؤلفات نو لها وحامل ألفات كيسا كميدا منظومة الرائية في السنة أي نهر تالا وحكالو كميدا شرح منظومة سيوك شرحي لكن عندما استرنين علماء مركز شرح الشيخ توحى كميدا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وأنا مطبوع الشيخ عبد الرزاق البدر كتاب كما يقول الشرحي شرحه وصول نقلي وحان مركا وصاري تعليقات دام خرمي وكتشي روح حقه رأيي ما يلا دحضابا وبياد قار كنت شرحه ذو مقيهي شرحه دميستري شيخ عبد الرزاق البدر وحكى له كم إذا مؤلفات كذا سيب القيم وكل شيء كتاب كيسا اجتماع الجيوش الإسلامية وحل له جوابات المسائل التي سئل عنها بمكة سؤال مكة القويدية ومركا معتقد كصاب صن جوابه كبحي باكرة وحان مركا جوابها وصول نقلي جوابها شيخ ابن السريج إمام الشافعية في وقته أها إمام كان الزنجاني رحمه الله تعالى كان إماما في الحديث وإماما في الجرح والتعديل علمته هنا باب الجرح والتعديل حتى حوي كسور نقلين يا علم الحديث كعموما آد بالله أماني إسماعيل الحافظ التميمي وحيري إمام كبير عارف بالسنة وإمام وين والسنة أنا أقول له ابن طاهر نوح ما رأيت مثله وقال السمعاني كان حافظا متقنا ورعا كثير العبادة حافظ ولما حفظه سيد قانيي
ورعة عبادة بدن أيها. ابن الجوزي نوحيري كان إماما حافظا ورعا متعبدا متقنا صاحب عبادها أي أنتي هروح ويان وقدر إمام كعقيدة كم وقتا رسالة ديسان أما منظومة ديسان إيه جوابات كي سبا وعقيدة السلف الصالح عقيدة الكتاب والسنة. ابن القيم رحمه الله تعالى هو إمام في السنة له فيها قصيدة معروفة سنة اعتقادك الصحيحة هي منهجك السليم كإمام بكوي وحان كله قصيدة وله أجوبة سئل عنها في السنة فأجاب عنها بأجوبة أئمة السنة وحكاك جواب سؤالها الويدية جوابها أئمة السنة وصدرها بجواب إمام وقته أبي العباس بن سريج. وأنا صنق إلى ابن القيم جوابيسا كتاب كيسا جوابته أبي العباس وكل جوابي الزنجاني وحكو صنق إلى كتاب كيسا اجتماع الجيوش الإسلامية وحاني نغنكرتا الرسالة مستقلة في المعتقد لا سيما في باب الأسماء والصفات اعتقد كأهل السنة في باب الأسماء والصفات حيابا اعتقاد كيسات كوم وشيري وحكم إذا أنه صرح بالفوقية الذاتية أنه إلهي ذاتا أصر أي أيوة تسريحية وحيري ابن القيم قول إمام الشافعية في وقته سعد بن علي الزنجاني صرح بالفوقية بالذات فقال وهو يا الله فوق عرشه بوجود ذاته هذا لفظه وهو إمام في السنة له قصيدة فيها معروفة أولها تمسك بحبل الله واتبع الأثر ودع عنك رأيا لا يلائمه خبر كتاب كيسا مركا شرح ورأيي ذنك شرحينا تأسوي كم وقتا علمادو حيابايا كو أماني وحكم دا تمسكه بالسنة وشدته على البدعة وأهلها من أهل الكلام وغيرهم إن وهان سنها سي أدقو قبصدا سلامر كانك آدو قفقا بدعادة يهل كيدا آد نوغو أدكا وآدو قد ديقي تشري هذا الكلام كيو يكوى كلبا وحين مركا ين إمام كواحا إلهي وفصدي 71 و400 كوي طاطا يافر بقول مركا تاريخ ده هجري وايد معاني دوا السقاشن سندات بونا ولا معمر بوها ترجمة ده الشيخ كوبا وحينو كبرنا دروس مسلكية دروسها صحة كم إذا المطلوب من السني أن يكون عالما حافظا متقنا وفك السني قاه حيابها لقرب واحد كم إذا إنه عالم بدينه نخ كو ولما حافظ لمسائل الدين إنه نخضى مدحف ديسان سيش الدين تيسا حيث يحفظ القرآن والسنة أو حفظي قرآنك حديث النبي عليه الصلاة والسلام علومتك لا فهمك كتابك السنة كعاونيسا وحكى الله لقرب أقفك السنة أن يكون زاهدا في الدنيا سيد أئمة السنة يا هاين زهدي قاس ومعنيس يا هاي ترك ما لا ينفع في الآخرة وحكى استوقفك أنا آخرة وحبه ترى هاين ديدن ولا قص علامة المكوين بلا تشوجاي إن الوقت جيس كل من وأن يسكون مشغولين وأن يكون ورعا إنه صاحب ورع نغضه ومعنيه سيهاي ترك ما يخاف ضرره في الآخرة
wax kasto qofku is leeyahay aakhiru dhibaato ku soo jiidi doona oo ilaahay cadaabkiisa cadaadisu ku sababi ama waxaad ku waayi doontaa naciimka ilaahay ama darajooyinkiisa sare inuu iska daayo waraacaasina waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu inoogu sheegay xaadiida ka qowlihi calayhi salaatu wasalaam دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وحد كشك كده إسكجتك وحمرك واضح عد الشك أن الله ينطق وكان النبي عليه الصلاة والسلام يري إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وقفك إذا قل ورعه سهل وقوعه في الحرام دور عيسى يراده وحياته فضلان إيسا حاران تواضحة حاران مدد ويعضها إنه كدعه أياد سهل نارسا سلف كن رضوان الله عليهم كانوا موصومين بالورع هذا أبو بكر رضي الله عنه مركي الدون كيسي وكاني مال وعني خراج كاس كدي بوش هاي حوله وفعل كشق يستين هاين وكيس كم تتشيني وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مركم شهر كوقري مهاجرين ترك ولده عبد الله مركيل يري وهو من المهاجرين فلماذا لم تعطيه مهاجرين كم يدير حادثي ويدي وحيري إنما هاجر به والده المير بوهايو لمديس والده لسه هجرودين معنى هجرودك كذيت كاي كلا كل من تدكي يجو إسوده إساقو كلامو كل من waxa kala aynu tarjumaada sheekh durust aanu ka barana kamida ay kuuna insaanu sariixan fi mu'taqadihi mutamassikan bi sunnati nabiyhi alayhi salatu wasalam shadiidan ala albid'ati wa ahliha qof kuuna noqdo qof mu'taqadkiisa aqeedadiisa saxda ku adag meel walbana ka cadeynaya والله يخاف الله لوم تلايم عد عنانتا أن إلهي الدين تي سوقت تجاهين يضدك وحنا يوران دونان يوك عايد دونان يوك كهر يمن دونان يا أتباع هذا يقاركات تجي دونان لأن الرفع والخفض بيد الله سرنتي وصينت إلهي بي قعنت وكتران الله هو الرافع الخافض سوري النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم عدو إلهي سرّيسي أي سرّي ليس عدو إلهي هو سيسي أنا وهو سينس مركوا إن لقى الرادي الرفع هذا إلهي سبحانه وتعالى هو سين تنوى إن ليسكك إلى عليه إن لقدت قوحة إلهي سبحانه وتعالى كعريسين هي أينو كدوليين كو صاوية قفكو أدو بيد عدن نعبي هاي أهل كيدنا أينو نعبابو سيد النبي قول عليه الصلاة والسلام شر الأمور محدثاتها دي بيد عدها لك أو كتاقية هاي شر الأمور نيتاي وامسي هاي عدة بيد عدين كدقتنا شر الناس إنيهين dadka islaamka oo isba sheegta ku u shar badan waxa tahay lumaasiga in ka shar badan yihiin waa inuu iqtiqaado taanu inuu kula muamalado sida xadiithka nabiga ay tusinayso sheegi doona biidlaahi taala ahlus sunnah qadiiman wa hadithan sida waligood ba ahaayeen arinta kale inuu ka barayna waxay tahay annahu la taaruda bayna hadhihi al-umur asrigaana inuu ku jiro arrimaha noocaasi inay tacaarudayaan iska hor imanayaan ayaa dadka laga dhaadhiciyay kuwa ka dhaadhiciyayna waa kuwa aan doonahayn sunnaha iyo muctaqadkii salafka in dadka loo tasriixiyo cidda khilaafteena laga digo
كل معتقد ويخالف معتقد السلف ندد كين لو قدقوا مركا سياسة ده هارنت نوع سياسي كميل مريء وحكم إذا ندد كلا قيبي رانيكا شخبل ورجل عالم بالحديث وحافظة وحامق لا يسقو الردود يوحى يسقو مقال علمي حديث كام علمي فقه كام علمي كلا أيو نفتي سكو مشكوري ليس عنده وقت للرد على أهل البدع لأن كاهبل وشيخ واعظة وزاهدة وعابدة وورعة مركا يتورع عن الكلام في الناس وسيلو جاء مسيب ردين تباد الكيه الكيس هذا الشيخ وحن محاكو جيدتك وعد جاك دقيستو وعد جاك قلبك تشلعيو هذا وح ردين يهديك واركان وعد جاك دقيستي سيبي دتكو كسو يستاقيا وين هو ده دبا أرنت نوع عصا أنا جا نستيحان بري قليبي وروح يابان كلا تكاد لزش خدات سكدين لهيد وعد جاك ودي لهيد تتكاد بضوان فعله وأنا أعتقد أن الكلام في التوحيد وفي السنة أفضل وأعظم أجرا من الكلام في الوعظ التوحيد كلاجها الله هي السنة ضد كبير عدل وقد جيه الكيد وعظ يمر مجرد كايد ضد الذي فيه ترغيب الناس في الجنة وزجرهم عن أسباب دخول النار إنه كسر رأيه وكاتر بدين وهي هاي قف كاسي مجاهد كحقيقي نكاي المجاهد الحقيقي الجهاد الحقيقي نكاي الراد على أهل البدع مجاهد وايو وحن لو يقانو شهواتك قفك كل ما حقك قبيرا أي ضعيفيان وتضر صاحبها لكن يمكن أن يبقى صفاء الدين معها إذا ضد مسلمين أمراض الشهوات يكون شيران وحاريغي كرتا إن دين تصافي نمدى دي سيدة باقي وهاتو هذان يجتمعان لباسوا كل مكران لكن البدع ولا هو تضر بالدين عموما دين تأيي نبسا صفاء الدين بما يشك صارس وتغيير بين الدين تكون صمينس وحان دين هاي مبادد كي دين هاي كدقان ايان ووقت كي يجهدك وكقلوم ايان وضد كي يكلوم ايان لهذا بس سلف عيار وما يوران وحويا ان بدعادو عموما وكدر انت هاي مع السيادة فرق الملكاين الشيء صحيح البدعة وحان الدين هايستا ينافع عنها ويدافع عنها ويدعو إليها وينفق في سبيلها كل ما يملك لكن صاحب المعصية سيد غالب كه معصية سيكون كوبنتي بالله حوالا قادت كأنه كلرد ونطوك قرصلا كاي ساقا لفيه سوكو لبايا لكن واحد دينتي دقال كوا ماها مركا يمكن الجمع إنه قفكو نقود زاهد ورع عابد وتمسك بالسنة مبغض للبدعة وأهلها داع إلى السنة إلى الاعتقاد الصحيح رادا على أهل البدع ومحذرا منها يمكن الجمع بين هذه الأوصاف بل الواجب والجمع بينها في أوصاف تأينو جمعية واجبة في صاحب السنة اعتقادك الصحيح عددك ويريا الاعتقادات الباطلة عددك وقدقية ما هي النقضام كمرا زهدية ورعية تعبدك هي صفاء القلب يا صير إلى الله سبحانه وتعالى النبي محمد بن عليه الصلاة والسلام دينتك قد ديننا والنبي عليه الصلاة والسلام قد جمع بين هذه الأمور الرماء والجمعي وكذلك صحابته الكرام إلينا أمرين رعنين قد يني إلى يروى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه جمع بين هذه الأمور وأئمة السلف كتبته دقائق إمام أحمد رحمه الله تعالى ورعي سيزود كيس يتعبد كيس ومعلوم
ومع هذا ونقرأنا موقفه من أهل البدع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقه قيسة علم قيسة ورع عيسى عبادة عيسى وترجمة عيسى كمغطى. مع هذا معلوم موقفه من أهل الكلام الكلام قالوا كتاقنا يا هذا الله أدق وكيري ومد معروف وي ترك بعض هذه الأمور وأخذ بعضها وإيمان ببعض الكتاب وكفر ببعضه رما قار كم إذا إن لقاته قارنا إن لقتها قوى كتابك وقيمنا لقاته قيمنا لقته إلى أن يحرى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كل هذه الأمور التي ذكرناها وغيرها مما لم نذكره ومن الإسلام رمائل الشيغني كوبنا ركلوين الشيغني بوا إسلام كأي الله سبحانه وتعالى وليه هاي وضقات مركا جفاقة وغفك زهدك هي ورع هي تعبدك هي رعاية قلبه غفك ينو كد داله وحيابها سي إن لقد تقمع بل الواجب والاتصاف بها لنا عنك لنا بدعادي لكرهو لنعو إهل كيدي لنعو لقديقو اعتقادك سعادتك الله ويارو إمالاتك السليمك هذا هو الواجب. ومن يزهد في هذه الأمور فهو مزهد في السنة فقال رمادتك كزاهدين وغفتتك سنه كزاهدين ما أنتنا آد بأبدين عارس عدد كورانا أنا أقول حمانها كنوا أنا مستنى هاي إن خلافاتك سيها وصل له حليه ساسي كورانا خلافات شخصية لقى هذا لما الخلاف الدين بقى لقى هذا النبي عليه الصلاة والسلام سيها وصل له حلين النبي قال كده يعني ناي وما يعيش منكم وصير اختلافا كثيرا حلك أبو الشيخ يعني فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور بل النبي عليه الصلاة والسلام فرق غير كتب السجارة وقد دقي وحمرها بدون نغضو معتقد شراء وظاهر ولفافين أيو استاذ سيوه سوء وحلين سادو ما نيني حاس كيف يسقف صديبا قد لو صاري خلاف شخص يلا وقف نحمر أيو لوقر قاضي الأمر هو الدين دين تنوى أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويحي ونكسنا إلا يسفره ويحي حنا إلا يسجده واي كتاب كان الرائية في السنة ما عاسو مشهور كوي هاي قصيدة في قواعد أهل السنة ما عاسو شاقي الإمام الذهبي رحمه الله تعالى مركب وحي الشارع إنه يعني قواعد أهل السنة هي أصول شودي قار كم إذا إنه كتاب كان إمامك رحمه الله تعالى وكل نظمي أو كل شيء قصيدة في السنة روال راس ابن القيم رحمه الله تعالى ويري مركب الرأي محل ويري حرف راعي ده يا الراء قبل قد عربي الصومالي حرف راع بلي حرف راعي ساعة كتاب كان ومنظومة حرف راعي دوار راء في السنة نوح لو يري أنا وحي كان لي صار سنة كسنة أنا وام حي إريج السنة استعمالات هي استخدامات بدن بولي السنة وحى لو استعمالها بمعنى الشريعة المحمدية دي أنت هني محمد لا يكسود تيجي السنة ولا هذا أي مدن هو استعمالها حديثا وكسار ورد البربهاري رحمه الله تعالى كلها الإسلام هو السنة السنة هي الإسلام النبي يقول عليه الصلاة والسلام يقول ليف عليكم بالسنة دي وما تشيد السنة ضد الواجب كها ومستحب كها ومندوبك وما تشيد السنة هلكا اعتقادك يقول بل هو الدين توردن لهذا بقى يمدر الشيخان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك ابن رجب جامع العلوم والحكم وحديث كاش الرحيه
إرقى السنة إن بمعنى الإسلام لو استعماله في النصوص معناه وصاروري في كلام الأئمة إن بدل معناه وصاروري معناه أخص من هذا أباها الدواء الأئمة المؤلفون في الاعتقاد الصحيح أو استعمالا إرقى السنة معناه كاك خاصة أيه استعمالا أئمة اعتقادك الصحيح كتبتك غري معناها سواء السنة ينتهي بمعنى الاعتقاد الصحيح الاعتقادات الصحيحة تارا كأوقلين معناها عام كا السنة دي صار ارتي اعتقادات كي عبادات كي انتبا يعني سوق ليان حياة سنة حكوة أثر عبد الله بن مسعود اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدع كالسنة هل كان السنة في العبادات بوجيدة وإن لقد تعبده أنت نبي محمد عليه الصلاة والسلام كسبناتي أيا كخير بدن إن لقد عبادي استو وحان النبي عليه الصلاة والسلام كسبنان ومحدثة كالسنة معناها عام كاوة السنة في الاعتقادات هي السنة في العبادات لابد والله استعماله لكن أي ماذا اعتقاداتك أما اعتقاد السلف كتبتك قري معنا كاك خاصة يسمى استعمالين واه معنى الاعتقاد الصحيح كتاب كملك اللي هي الرائية في السنة الرائية في الاعتقاد الصحيح وكتاب قبايا حرف راعيس الرأي هاي وحاوكها الليان وهي موضوع عيس اعتقادك صحيح اعتقاد السلف اعتقاد أهل السنة أي ماذا مركا تاشي كتاب حكم ذي ابن تيمية إن المؤلفون في الاعتقاد الصحيح السنة معناها واستعمالين كذلك ابن رجب رحمه الله تعالى ابن بطة في الإبانة الصغرى مقدمة الدبديد حوران إياه فهذا شرح السنة يتنص النوصي فصير إياه حشية سنونية اعتقادك الصحيحة أهل السنة أهل البدعة أي كوكا للصوعمان كتب بضم بانا مقعى سيدتا السنة للإمام أحمد السنة لعبد الله بن أحمد السنة للخلال وكذلك صريح السنة لابن جرير الطبري شرح السنة للمزني شرح السنة للبربهاري توضيح الاعتقاد الصحيح معنوي وكذلك شرح السنة كتب مقعى السنة وتاء السنة لابن أبي العاصم آد بأبدين اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكاي آد بأفر أبدين ما هي اعتقادك الصحيح هذا واحد سويدين لما هي اعتقادك الصحيح مقع السنة والدين توردن سيدا قار كان لوغسي وحال لوغسي يسوه الشيخ ابن رجب رحمه الله تعالى ولمكانته في الدين ولعظم الخطر على المخالف فيه كانت الدين تدحي كل هي موضوع أي أدوين ولهذا ما قعد السنة علماء يكون إطلاقه وطلب هذا قف كخلافة اعتقاد كصحيح أن النبي صحابة كسنة هذه وعلى خطر يعني أهالي سوين باقف كقوة جهن وإما يكون كافر وإما يكون مبتدعا إنه قالوا به يينو بدعوه به صاحب بدعه ونغوه لبداس يقول دحينية أنا هلس بكتشرا الشيخ الشيخ دونه مخالفة السنة وطريق الهلاك وضد هلاك الله مروي النبي عليه الصلاة والسلام قال وإياكم محدثات المر فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ضد الصحة ذات شند اللو مريبا اعتقادك فاسد كايقفك وكلوا منها كتاب كان الرائية في السنة الكتاب كما هي تبدي دون كوه ينشري لكن ساكا مركن كايا جي وان كوه وضعاتك وكهد ليا ويبدين لكن دين صوكو ابن حكم يدا أولا بيان مستر التلقي وحو عدين يا إرشا ايتاي دينتا إلا قاطه
يالك أي تاين لون نقضه في مسائل الدين. قف كمرك ويسق الدنيا حقه يا مرك الاستخلافه. وحو كدي جيا تامرك عكس جيا ده وحاء اتخاذ الرأي دينا الرأي الدين لقديكتو. قف كاركتي سينو الدين كديكتو. يدعو إلى لزوم النهج الصحابة سلوك طريقي. سلوك إن شاء الله كذا نقول تقدون الناس يقود بينه برا رجلين. وضد الصحابة إلا ما رأوا منهج كود اللازمه. وعشان قدون الجملة من أسماء الله وصفاته وصبته وش هيجا هلك نقول شاجينا. إن شاء الله يلعبين دونا. يدعو إلى رد ما تنازع فيه الناس إلى الكتاب والسنة. وحيدتكم مركز يسوق قبتين كتاب كيس السنة إن لعليه أيوك باقية. يبين عاقبة من خالف السنة وأن عاقبته هلاك وفتنة. سنة إلا خلاف عرب حمد إلا هذه هلاك يفتنة إن الصابس حجية إجماع الصحابة كهذا الدولة كتاب كيس السنة ضميمة استحاضة لقدر أيها فهم الصحابة سلموي مكاد الدونا بدعاك صابسن كل ما لم يعرف الصحابة من الدين إنه بدعي وحكى صوت دينه والصحابة أنا يقول ودبدو ديمي إنه بدعي أي بعض دين دونا التحذير من أهل البدع والمجالستين وكدي قدونا أهل البدعة يلا صاحب كودة مركو عديو إن مصدر الدين وياي يا أصل كا أي يا رنك تاين أصل لوجد يقول أمور الدين أولاً كتاب الكتاب والسنة وحو مركا كدي جد دونا إن الدين كدكتين اللي بيدعى قاركون وعدين دونا عقلية تقديم العقل على النقل يبو كدي جد دونا إن عقلية مركا إن لجوه الرئيسية صمعية وحي جاي الله سبحانه وتعالى سودت يا الكتاب والسنة قال الناظم رحمه الله تعالى تدبر أفرس كلام الله هذا الكيلاهي وروح اعتمد الخبر حديث كالنبي كان عسق حديث كالنبي كان عسق ودع عنك كتك رأيا أركتدت رأي قاسو لا يلائمه أي لا يوافقه أن وافق سنين أثر أي مأثور عن الله وعن رسوله احنا قصوا النقليه ولا قصوا الرأي الله سبحانه وتعالى أما رسولك عليه الصلاة والسلام ولا قصوا النقلي قواعد أهل السنة مصنف كتاب كل شيء جاي وحوه الرئيسية أهم قاعدة قاعدة وقوم يمسن وآه مصدر التلقي الذي يبنى عليه الدين حاول الله قوض هذا اللي هدان اسكو مصدر بان الله هين واسكو إلبان لقى عبهين اسكو عيلان لقى دانسان هين سوين له لما هم يلسلو يقول يا الله السلام نقله في أمور الدين يوم يلقفك وأراره وامسيا إن تاي إيش مركا صافقة إمعان مركا مستر التلقي عند أهل السنة والجماعة والكتاب والسنة كتابك هي السنة صحيحة أركتك استا والدين مركا كصابسا وأثر مأثور عن الله وعن رسوله وإلهي اللي قصرنا قلي وقرآن اللي جبريل با قرآن كصرنا قلي إلهي سبحانه وتعالى أنت إلهي كمغلي نبي حمد سوء قارسي نبي حمد صحابة با قصرنا قلي وهكذا إلا هو نسوء قاري أما وح رسولك اللي قصرنا قلي وحديث صحيح أركتي كستا وأندلي اللغة هينين وأركتي فاسدة وباطلة وهي بصنف مركو يتدبر كلام الله تدبرك وتفكر وإن لقى فكره والتأمل فيه الله في رصده للوصول إلى معناه الصحيح ومراد الله به سيلو قال معناه الصح ذا كتاب كان أولي آياته إليه لو نقرته إلى سبحانه وتعالى آياتا وحولت شهده ولا شك أن التدبر في كلام الله سبحانه وتعالى ينبني على قواعد ما أوقفك منه يسقوا
عقلجي سون انتو استعماله وفيرسنه ده تنا معاني وكدلانيه كدلانيه تدبر قواعد بعسكنيه قواعد لغويه وشرعيه لتدبرك وتشدد اللي قاله وايد تفسير كادي لا قرطيه معناها صح ذا الهدي يا مراد الله بها الى امر وكاد لي وحو لا تشيدي تدبرك وحو باهي اللغه دي بو باهي لان القران كو عربي بلسان عربي مبين بولي الله سبحانه وتعالى وحو باهي ساسو كله علوم القران كي الا قرانيو تفسير القران بالقران وايضا اياتها كلاف السريه لو نقضوا حديث النبي عليه الصلاه والسلام كلام كي سلف ك اما قف ولا بينتو كتابك اسك قاطو انه تفسير عصب وجديده وان هره لو مقل ورنيه مسخيدو كسو ما حي ددك انو سمينيما غايه التدبر كو هدا بوا ما حي الشيخ قال كان اتبع كتاب الله مو اورن تدبر كلام الله بيقول ابن أبي داود وكلو حر تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلح سأل سويني لكن شيخ وحر تدبر كلام الله لأن ما قال التدبر الصحيح وغايته هو اتباع القرآن قفكم لكم تدبر السماية معنى صح ذا وفهمه نتيجة واجب كهيوة محي وأنه كتاب كراعه مركا أمره بالتدبر أما دعوته إلى التدبر يتضمن الدعوة إلى اتباع الكتاب يرمد أن يقول يا شيخ تدبر كلام الله وعقوب صنع يا وحويان وكوكو دا تشرتا يرمد أن يقول يا إلى كتاب كيسين الراعنا واعتمد الخبر نيدو واضح وخبر قال لكم حقا هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحي كسور جيده تاسوا اتباع الرأي وكدقه ودع عنك رأيا اترك رأيا رأي يوضا من اين انو هين مذموم بوشاقه والرأي يقول رأي مذموم يا رأي ممدوح ابو قيب سمع ولم يدوكو تفسير مريكا اللي يراده مريكا تفسير كال ليان بيراده انا واعد التفسير تحكم ذا التفسير بالرأي مركا الرأي مركا مذموم كاهي والرأي الذي لا يعتمد على الأصلين ولا ينبني عليهما والرأي أن لبضع أصل عسكنا هين قرآن كي السنة ولهذا أبوري لا يلائمها أثر أما يعارض ويخالف الكتاب والسنة أما وابا الرأي كتاب كي السنة كوريمانية وخلافية وي إلهي با سبحانه وتعالى سيدا اينا فري وشيغي مصنف ان دين تينو اينا قطو مدى اينو كقادن اينا كتاب كي السنة قال الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونها اولياء راع وحا حق ربك اللي دين كسود دجي وام حواء القرآن والسنة الصحيح وحك لنا الراعين نبو الهي سبحانه وتعالى وعن الدين هكذا قننا إلهي سبحانه وتعالى إن أمري الرماها أردني أن يعلن الكتاب والسنة واختلفتم فيه شيء فحكم إلى الله فإن تنزعتم فيه شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر نبي يقول عليه الصلاة والسلام وحر تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما وحن دحد انك جتك الى بارين واذا لما هين انت عاد هي ستان لبدارين وما حال الكتاب والسنه وقرانك يا حديث النبي عليه الصلاه والسلام قرانك هنا سي لو راعه وان معنيه سي لفهمه فهم معناه هنا وحو باي تدبر تفهم ان فهم كي سي للضلبه وللراديو إلهي بنا سبحانه وتعالى تدبرك إنه واجبي وذم الله من ترك تدبر القرآن إلهي وحد لعيك وكتقي ضلبك يا واجب هيدين الضلبان معاني ذا القرآن كفهم كيد أفلم يتدبروا القول أفلا يتدبرون القرآن
أم على قلوب أقفالها هي آيات كلام يتكاها معناها تلامية فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كتدبر في القرآن وواجب لأمر الله به ولذم الله من تركه القرآن كان الله معانيه إيسا إلا فهمه إن لقد داله ومعاني دي صلى الدون طا يتفسير كيسة وينفرل وإلهي بين أمري إلهي بين سبحانه وتعالى عدة كتكتي دليعي أضب مسألة وحي كم يتمسايش عن حوغي بإذن الله تعالى عن دول استاقي دونه وايو مستر التلقي ومن الفروق المنهجية بين أهل السنة وأهل الأهواء وفرقية أساسية منهجية ودحية أهل السنة وأهل الأهواء وأنا أول نقطة وافترق فيها أو تميز بها أهل السنة عن أهل الأهواء وقضب كوبات وقد بدأ الدين تكمده أهل السنة يكجد ويهين كجنا الصعمان أهل الأهواء ولهذا باع علماء في كتب المعتقد أياد التركيزيا مثل داس تابك اعتقاد أهل السنة اللالكائي شرح السنة الشريعة للآجري الحجة في بيان المحجة للأسفهاني يقول لم يتكلم من تود باك يركزون على مستر التلقي حق صاريان هل الدين تلقى قادنية مثل هذا السنة ومثل هذا يكون كالبايران أهل السنة يا أهل البدع أهل السنة المصدر الذي يتلقون منه الدين ويبنون عليه دينهم والكتاب والسنة على فهم سلف الأمة هل كدين تودا كقاعدنا يعني الدين تودا دي عقيدتي دي عبادتها دي معاملتها باي كل صيان وكتاب كي السنة جميع مسائل الدين وحواتبين يعني كتاب كي السنة اللي قاعدوا دي اللي سكو خلافنا كتاب كي السنة إلا الله لغضا وهذا من خصائص أهل السنة جميع أهل البدع أهل السنة مسألة ذلك خلافين سيدة إن شاء الله تعالى الشواهد أنه شيء قدون ولا أستثني أحد أموري شيخ الإسلام بن تيمية مسألة ذلك هذا لي صوفية سورية بمايو جهمية معتزلية قواس هذا الكود الداء المنتصبين إلى السنة قوة السنة ذا مركز دونتان ونسبة شكت من الماتريدية ولا شعرية سورية بمايو مستر التلقي كلاعي ليين لو اتصالا كسو قاضي يا إمة السنة وحاي كي راهدين مستر التلقي عند أهل السنة لو اتصالا كسو قاضي يا الهواق كالدوان وحا مستر التلقي كوش هاقان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وحوري لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله والسنة رسوله وأن ما سواهما تبع لهما جماع العلم بساكون الأمن وكتاب عين مما قلبي ولا حددك أي علم نسبي أنا ما يسوي سن نسبي ونو خلاف هي قول مسائل الدين لغير هذا إنه لازم نوح سجن الدين لغير كتاب نقون هين كتاب يسنة الله هي ميان كتاب يسنة كسوان كتاب كيسنة التبعين وكتاب كيسنة دوم الخاتف فران صاحب النقون هذيك لا صح النقون ماي حتى القياس والاجماع هذه الامور كلها الامام الخطيب البغدادي اسنا وكله كتاب كشرف اصحاب الحديث اهل الحديث كا واهل السنه مروا كان يحوري وكل فئه تتحيز الى هوى ترجع اليه ما جرت قول ان مستر تلقي لهين كوح كستا وحيدو اي كهشاي ونفتيدو اي ويلتاي واي دونتي
هي حقي سو بيداه ونقطة أو تستحسن رأيا تعكف عليه أما أركتبه أمرك الله روح بالناس سيدعو اعتكافيا سوى أصحاب الحديث أهل الحديث كان أهل السنة وقتشيد أهل السنة مو يعني فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم وحيكود قال قلوة كتابك وحي الدليل شدان وسنة والرسول فئتهم وإليه نسبتهم كما عدد والرسولك سقا يعني كوابتر صدا نبي عليه الصلاة والسلام وكوا السنه نبي ونسبة يعني أهل السنة إمام أحمد يوحد ضوضي في مسألة خلق القرآن ابن أبي الدؤات وقاضي مركاها مركاسا إمام أحمد باب حكولي سيد حنبل وكسور راي في محنة الإمام هل معك في هذا كتابنا والسنة ومنهجك أهل السنة يدري قدو ديبو إمام أحمد كسعدا في هذه المناظرة ومروا البوح اعتمادي الكتاب والسنة هي أقوال الصحابة هل قال بهذا عمر هل قال بهذا هل قال بهذا أبو بكر هل قال بهذا عمر هل قال بهذا عثمان هل قال بهذا علي وسؤاله ويدي مركودي ما ينوكي كودي أرنا أنا يقو ورد صاد ورد صاد ويا لكع كسؤاله ويدي وحكم يدها إمام أحمد هل معك في هذا كتابنا والسنة وحنا تكوح الله سواء قرآن كوينو ياهي مد مخلوقه إلهي وأبوري سهذا الكددك كتابي السنة ميادو هيسا فقال ابن أبي الدؤاد وأنا مقالة ابن أبي الدؤاد وموجودة في الناس حتى يومنا هذا إلا ما أنت دادك دحشوكت وأنت لا تقول إلا بما في الكتاب والسنة كتابك هي السنة وحكو صار ورمو يانا وحكا لبعدو أقبل ميسد مياد والدين كدقان ميسد فقال وهل يقوم الإسلام إلا بالكتاب والسنة إسلامك قضب كستو قضب الإسلام كم يدير كتاب السنة وحانا ينبو سكو تاقي كرا وكو السقمي كرا كما السقمي كرا شيخ الإسلام ابن تيمية السنة وحول هذا الواجب أن يجعل ما قاله الله أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل حلاه يروح رسول كروين أصل كالقردك تصالح شوي بدين لكن انت سوين باب التنبيه أئمة السنة واقع عودة عملية ومصنفات كودية تأليف كودة كم مغضة هذا يوحك قرآن أئمة السنة اعتقاد سكتبتها أئمة المعنى هذا عبادات وحك قرآن حتى فقه كود فقه أهل البدع وكدوين وتعظيم الدليل اتباع الدليل هي كوي إمام الشافعي رحمه الله تعالى وحيروا وادقرانسا حاجة دبين إن شاء الله تعالى كشيء قدرنا هذا وحكى قرآن سلوك يتعبد كأهل السنة أسلين كانوا علنيا ويكون بالصيان وحي لقوا روح بدنا هذا من نفته دو وحي وتبى الدين كدقان معايا أهل البدع أصول كليلي هي قوانين ومصدر التلقي عندهم الكتاب والسنة وقرمها قد يعظم هذا القول عليك ذكر تضل كاسون ادكول وينال لكن ترى حقيقته في كتبهم حقيقه كتب تود كواركس كتاب كيه السنه انت انا بارين وحي عقيده كدغنيان ام عباده ام الدين اني كايجين مركه هوري اصول كلي لهين هي قوانين سوى شاسية قوانين تاسية كل سنة دين تود وكذبنا وحين أقنا هاي النصوص لا تأتي على وفق الهواء نصوص تموافق هاي سمر والبدد كسيد دونيا ولو يتبع الحق وأهواءهم لفسدت السماوات والأرض مركا النصوص دي أهواء دودي وسوى شو دي قوانين تاسية ديجستين باسكوري مايا محيي لي أنا مركا وحيجي محي كيه ليان ورطينتان انتا قارن وجود الوحي وعدمه عندهم سواء اللي أسل كلي ليين هدي وحي اللي هلو يا هدي كلاب أسل كودي وهستان يا مستر كاي دينتك قادنين
marka waxyigi markuu soo aroro nusuusul kitaab wa sunna haday waafaqdo usuushoodii qawaaniintoodii way aqbalayaan wa aqbali ma in limakanati alwahy kanada iyo qiimaha iyo darajada uu leeyahay ugu waxa wa aqbalayaan limuwaafaqatihi liusulihi qawaaniinihi wa ahwaahi ayuu aqbalayaan haduu khilaafana way radinayaan وكو حديث النبي عليه الصلاة والسلام بدن كيدي يلي وآحاد أحادنا عقيدة لغو مردي سواي وظني معتزلي أشعرية ما تريدي ومن قبله من الفرق وقال الله هو أساسي لذي وانا ردين تاس حديث النبي عليه الصلاة والسلام السنة كي سوان صحيح وهل كاي ألا ومسألة عقيدات تصيري أي اللي لما أقبلي قدي كحي الشوضان تفويض بيكو سمينيا حورانيان الفاضل رومينا لكن معني سجران مين أما التأويل بيكو سمينيا أنا اتباع المتشابه أيوة رين كود النغاني سيلا سبحانه وتعالى كسفي أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وأهل الأهواء سيد النبي عليه الصلاة والسلام هذا كفر سري وحي وافق أهواد ودي أسوش ودي قوانين تود يقبلونه اعتضادا لا اعتمادا أصل كي الدليل كي يقوى هاي السميستين بي كحو تشينيا لكن إساقو ما هكا لعسكنا حلقيا هذا الله أمر كان لي هاي قف كان هذا اللذو ده آخرين كتبتو ده حكو قرانا إن إيجين إنو يابا لكن أمثلا كوكينيا برطة أئمة السنة بحي كيلة هذين محمد بن نصر المروزي كتاب كده تعظيم قدر الصلاة مرجاد مركان ذي وحوري لما لم توافق مذاهبهم ورأوا أنهم إن أقروا بها لزمتهم الحجة وجب عليهم الانتقال عن مذاهبهم لم يجدوا أمرا أسهل عليهم من جحودها والكفر بها وحديث النبي عليه الصلاة والسلام مركي أركينا لماذا بكود وافق سنين وهذه الحديثة الصغانة أي نقول استمدها بكوديني كقوران حجدنا كقوما يصو أرين كفضودين الحديثة رديان ككفريان ميهلين قال البربهاري رحمه الله وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره والنهي على عقوله أبو شو دي أصل كدقان ويحق إلهي كيمنا كاسي ميزان وكدقان على عقولهم وآرائهم فما وافق عقولهم وآرائهم قبلوه وما لم يوافق عقولهم ردوه شرح السنة يساكون قال السمعاني رحمه الله وأما سائر الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه وضد أي تأويل الدين اللي قرأت سوامح دواء الرجوع إلى الكتاب السنة قرآن كي السنة الله نغضب وضد أمدى أنا ينبي يقول الدين تيوحي الدين كدقان ينكدون ينبون لأنهم رجعوا إلى عقولهم وخواطرهم وآرائهم عقل قودي وحيابا كسر دعي الرأي قودي النقدين فطلبوا الدين من قبله كان الشيء مذكور كاس حقيس أي دين تودي كرادية مركا محيي لهم فإذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقولهم مركا مقلان آيات أم حديث أصل كهال كانوا يالو عقل قاه أما كشف قاه أما وحويا الكلام أما فلسفة أيوب بندقيان فإن استقام قبيلو أدو كاو وافقو كتاب كي السنة دي وافقان أسل كودا ويقبليان وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردوه فإن اضطروا إلى قبوله أدو يكون خصبا أظن إن أقبلانا حرفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني المستنكرة معانيه سي ظاهر كوكوها بيكل حنيان التأويلات هذا اللفظ يقول وقفق يا معاني آنو احتمالا واقبالي كريم بكوفا السريان فحادوا عن الحق وزاغوا عنه ونبذوا الدين وراء ظهوره كتاب كيسا الانتصار لأهل الحديث كل يسوق الدماء يستنى الله ما هيو لكن مقالنا وحكسوا النقليي
أصفهاني كتاب كيس الحجة في بيان المحجة. مرخى تبان إن شاء الله تعالى وكينيا وحاين وشاقنوها أهل البدع دمان تدبع للصنين كو خلاف سيد المستر والتلقي مسادر كلان إني ليهين ومسادر أصلية كتاب كيس الصنون أكتود إنيهين مستر تبعية الرازي ديوان نك علن كوسيدا أشعريدا تأخرين تود كتاب ولا نهاية العقول ولا ينكون دارش هذا الكيس الدقيسو. فإذا الدليل السمعي لا يفيد اليقين آيات نقض حديث متواتر نقض حديث أحد نقض دليل كالسمعي جاي وحي جاي يقين مفائديه بوجود مدلوله معناه يقينك يهي تسنت وتسنى يوحى والشاقين وتشر إلا بشرط أن لا يوجد الدليل العقلي على خلاف ظاهره. هل المرء بفائدين كرابو لي دليل كالسمعي آيات حديث متواتر حديث أحد هل قام رواق قرما وإن لهلين دليل عقلي وظاهر كيس خلافه فحينئذ لا يكون الدليل النقلي مفيدا للمطلوب. أرى دار إنك سيدا أي هينا ده أدل لذا النقل يوحي للدوني ما فائدين يسو إلا إذا بينا أنه ليس في العقل ما يقتضي خلاف ظاهري وحين الدوني له الدين وحين عقلي ذا كان يقول لين يدين آيات كي حديث إنما قارسين كرا إنما تسكران إلا إنا عضينا موياني عقل كوري مرينا نكشرين ولا طريق لنا إلى إثبات ذلك الأمر إلا من وجهين آيات دان عقل كوري من إنا نتشرين لما رمضوا من كسو كرنا إما أن نقيم الدلالة عقلية على صحة ما أشعر به ظاهر الدليل النقلي أرنت كوا ضامح وإنا نكان دليل عقلي وتصين أيا آيات دام حديث كصحيح وحو الشاقي أو تسيء ظاهر كيسو إنه صحي. أصل ما هذا مركز. يعني إلا عقله إدمه آيات كيا حديث الرعيستو ده هي قاعدة شذا واحد تسيين ما مرة عكرت. وإنه عقله إدمه راضو وإنه عقله إنه قطرة ورعقله ها آيات ده الواحد يشيك يسميه صحي. هدو كرات صحة قاعدو. هدو كرات ورصح ما هنا. حقاً وحياة الشكت سهل الكاسمية بس أنا تحريفني إما أن نقيم دلالة عقلية على صحة ما أشعر به ظاهر الدليل النقلي واي ومركا ده سؤال بأي مالي صح مركا مرها دينان آيات دي مسألة دينا بودريشن كارين إيا حديث كي إلا أن وهلو عقل أمر خاطف رأي آيات دو مركا ميان لغا مارمي كارين با ومركا وربا كان عمر خاطي فوري سجان لقاذن كريم وحد سيان لقاذن كريم تازو الشيء يا مركز سوي حلي وحين إذا يصير الاستدلال بالنقل فضلا غير محتاج إليه من هذا أرين تصدع تهايو قرآن كي حديث كي الله قبل كريم إلا عقل عمر خاطي فرا الدليل كي نقل جاوح نقول يا وحد سكت يا راضه الله بابا هنيم وعقل جاو أصل كي اللي كافتو مكره أرنك الله بعض نواك وإما أن نزيف أدلة المنكرين لما دل عليه ظاهر النقل وذلك ضعيف أرنك الله بعض ظاهر الدليل السمعي والتسيان وكواقب لكرنا والدليل كالسمعي قام النقل قام القرآن والسنة كوى ديدان تسنتيسا الدلة وضرنا إن مدمدة إنه قد شوابنا فالسنوى ضعيف وبمعنى وحق إنه الصمين كرنا ما هو ليه الدلاله عقلي جايه كو الدلاله نقلي جايه ديدني الدليشان اد بي خوق بدن marka ma in awoodu ma leeyna mid mid uga jawaab illa u yiri natiijadi bu sheego wuxuu yiri fa kharaja mimma dhakarnahu anna al adilla an naqliya la yajuz tamassuk biha fi al masail al ilmiya natiijadu waxay noqotay adilada naqliga waa quraanka iyo sunnihi in aan la qabsan karin ومسائل الدين أن لا عسكن كارين مسائل الاعتقاد أن لا عسكن كارين واضح قال لا عسكن يا مركا عقل
إن تاسو إشكال بو آيات كي حديث كسو أرورني عموما ودليل كنقل قدام سورة الدليل شدة تناكسو أروريس إذن دلالة دي سبوة ظنية وي حتى آيات دي حديث كمتواتر كاه واحد ظني أنا عقيدة لو قمار دي سكره عقلي قامر كاه دلالة دي سو قطعية هاي تاي دي انت عقلي قامر قاتو كتاب كده ساس كتاب الله مارك غار كود آري كرتاي سوكو استناقوض هي رازي آيات دي حديث مسائل اعتقادية ودليشنية لكن وكت جوابها تالف تيدا واي حلم إذا آمدي أرديدي مركان الدورة دقيني هذا الكيسة أيال صون نقلي شعري وصفة السمع والبصر مركا السجيان حبايس كو خلافان حكم إذا محال السجيان آمدي وحو آدو الردي قلوين كصفة السمع والبصر إلهي والسجي بالآيات والحديث ولكن يقول لك ان الله 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 يقول مخالف لأصلنا عقل يقول لك ان غزالي تصالح غزالي لك الله فلاسفة إيو نقلك إن أنا أقبلني أدلة نقلك إن أنا أقبلني هل كي لقادي إن لقادي إن الديدان حتى النعيم والعذاب أمور الآخرة إن الديدان إن لقادي إن كران بصوص دي أدلة دي كسار أرتين أي أولان وأنا من المسائل المهمة تاسقف طالب علم جين وقاده وما الفرق بين التأويل الفلاسفة لنصوص المعاد والبعث وأمور الآخرة والتأويل المعتزلة والأشعرية وغيرهم لنصوص الأسماء والصفات فرق يقول حيوان حي فلاسفة أور الدين يعني. باب من أبواب الدين أي ما دام باب كاسي دار تنميدان هين وكه الله يو هذه السيدة نصوص تظاهر كده وتلمامي لاصقه وحيلين ده إن الدنيا دي لقلام دي جيبها كدلانس تشبيه بك دلاني مركوين لأوله كونا فعلوا نفس الفعل في باب الأسماء والصفات هذا نوع فلاسفة الردين يعني وحيابا مناقب تود الشيك تم حكمين لفلاسفة الردين فلاسفة هو كقرتشو يعني وحي لينا داد باب كأوشي أنا كنا نأولي إما أنت أويلك لقوة التقوى وإما أنت أويلك لقوة الشقية فلماذا تأويلك إنه نو الصحوي يعني كايقونا باطل يكفروي raqolada su ka hadlay saw wuxuu yiri maxaa dabade dhaxdhaxada waxaadu iqtisadi bayna inhilal kulli wabayna jumud alhanabila inhilalka kulli ee falsafadu ay ku dhaceen dhaxdhaxadnimadu waxa weeye inhilalka iyo diinka xubsiibashada ay falsafadu ku dhaceen iyo mar ku dhagnimada hanabilada أنا بدون شيء أهل الصناعة، لبعض السوق اقتصاد كود حياة بوري، قواس ده نصوص تجيب جديدة بقى، ما يقبلين لا بشاهد ولا بغير شاهد، مرخاتي نصوص تاو مرخاتي فورا ينكو ما يقبلين، بلا مرخاتنا ما يقبلين، حنا بدون النصوص تبي السيد أو قاضي يعني بقولي وظاهر النصوص بقاضي يعني، ماذا بك الصح دين وين لبعض كود حياة، والله بعض كود حياة بحنا قنايا. إن النصوص دي أقبشه لكن بشرط إن أضوها الشو من خاتي واحد تسنى سائل وسحي هاي كل شيء جي مركان رازي من خاتي جي سكم حوكر دقي عقلي قصامة كاسان تصالح وقصو قاتي غزالين واحد كله من خاتي كان يقول حوكر دقي كشف قصو فيها وإن عبادة بادي الصو حتى تنكشف لك الأسرار والأنوار يتلوحى كوكشف ما قوة قلبك أي كجارسي سي هادو الناس كوافقوا ولا قبلس هادو خلافنا نبت قليل وحيري الغزالي وحد الاقتصاد بين الحلال كله وبين جمود الحنابلة دقيق غامض لا يطلع عليه إلا الموفقون
الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسماع كوا موافقين توايو وكوا عرمها حقيقة ذا كو قارية نور حق إلهي وقيمي أدلة السمع كان كو قارين قرآن يسمنا آيات حديث يانكم يا رسلين. ثم إذا انكشفت لهم أسرار الأمور على ما هي عليه الرمو إلى محل وصوغية محل وديدية محل حق محل باطلة نور كإلهي قاية كشف قامر كي يقصق ناطو والصيدة يا هيدا يقصق ناطو نظروا إلى السمع درجة دلوات مركاسي إيقيا قرآن كي يصنيه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة يعني الله عن رسوله فما وافق ما شاهدوه وحي أركان نور القلوب كايكو أركان وحي وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه وما خالفه أولوه كشف نور القلوب كوحي أيكو أركان وحي آيدي حديث خلافنا وأوليا فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد فلا يستقر له فيها قدم أما كأمور الدين الدلالة السمع قام كقاضنية قرآن يسونه وبمعنى يل يد السيد إلهي وأمره إلهي محوري تبع ما أنزل إليكم من ربكم مرنا ما ذكرت إلهي ولا كشف الدين تك قاط أما الرياضة أما إلهام أما عقل ونصو هذا الكي هقبلين إلا عقل ومر خاطف كأرماء الدين تك قاضنية من مجرد السمع الدلالة نقل جوا قرآن لقتي سمي الله كسب نار مس سبحان الله بل الأمر على العكس من ذلك والواقع يشهد لذلك أهل السنة الدين تود وحي كقاطة اعتقاد كود وثابت تغير يتطور مقله من عهد النبي إلى يومنا هذا واعتقاد واحدة بل كان مسألة من مسائل أصول الاعتقاد وأهل السنة أي كليهين مراحل تطور فيها مذهبهم أما أقوالي كليه لا تجب ماذا بلا شعاري وغزالي إيو الرازي ونسبة شاقنا دين ويقنو إيه قابك ورمي حيرة دودين لبا دودين تنعد كلابا لقارين ضوخي كقادين مرقي كتقين نصوص توحي علم الكلام إيه عقل إيه كشف إيه وحا مسادر التلقى يكاديك تانية أصول دين تلقى قاتل ماذا بلا شعاري أبداد يكتنى تاريخيا مر بمراحل ثلاثة اعتقادية هذا صدح مرحلة دوت وتاريخية وصدحة واعتقادية كلا الدوناشة عقيدة أيو صامري ومدنا مدان الله مدهين ولا تجد غالبا مسألة من مسائل وصول الاعتقاد إلا ولهم فيها أقوال مسائلش الاعتقاد كأصولش بدن كذا أقوال بكلين أشعريين بل تجد لهم أقوالا في صفة الواحد صفة السمع والبصر وحيسكو خلافين محال قصو غيارت وحيسكو خلافين محايكو تعلقان وحيسكو خلافين السمع والبصر ما مردهما إلى العلم أمبا سواء الله بصفه علم يكدون ودهراتك انت أسوى مسألة لبضع صفه قرى وتصالى يسكو خلافين مركا أشد الناس ثباتا هم أهل السنة الذين اتبعوا الوحي وركا غزالنا صحماها فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد فلا يستقر له فيها قدم حياء علوم الدين كوية للقص صالحة أن كسوة قبينية مثلا مستر التلقي كسوة بسن خلاف كلسو خلافة كمسوة بسن ما سيش اعتقاد كوكرة بل حتى وحق علي المذاهب الفقهية فقه جيمر كالقاها الله يوم حيث تعين للراعو والرئيس واجب تهدي لقد تقل الدنبابية دين الراعان أجر رجالية والصح دين العصيبية جويني وأشعري دين عكلان الشافعية وإن فقه الشافعية اختصر المزني مركز لقي ما دينه يساوي كوارور واطل الشيقه بل هذا الكيس اللي قيسه يجب على كافة العاقلين قف كستو مير قبوح واجب كوا وعامة المسلمين يجودان المسلمين شرقا وغربا بعدا وقربا انتحال مذهب الشافعي مسلم أردا وحواجب كوا إنه
مذهبك الشافعي قاطب، ومسألة والبا وكوافق الشافعي. ويجب على العوام الطغام والجهال الأنذال أيضا انتحال مذهبي، بحيث لا يبغون عنه حوالا ولا يريدون به بدلا. وإناني ميلا بأقور وحك لنك بدلا. مغيث الخلق في ترجيح القول الحق كورما مموقة مانتا إن كان آخر استنبال السيري كوا مانتا ضدك كوا رانيا مذهب تافر طوائنا لقبحين قارهان مذهب الشافع وين المسألين الغو خلاف واتش محاواتش بي حتى إلى هاي الولايس كده رسول الولايس كده حتى الشافعي ما قال هذا دادا ركتان قول كيغا أو حديث كنبي خلاف صن حديث كنبي قاطة قول كيغا تقمين صورة شافعين صورة هل ألزم الناس باتباع مذهبي؟ أبدا إمام السنة بوها إذا صح الحديث فهو مذهبي يعني حديث كأي مذهب يقول مرة دو أنصح قول كيغا خلاف صن هذا ركتان ليس كالتورة سنساسو لي جويني مركا سلفي شافعية حق فقه يجويني ميس لكيني كران بل نين كلا كور الواس اسكمين هان نقدان اسكمين ما نقدان كران والسلفي لا يخلط بين النبي والشافعي نبي يشافعي وكل السوعين ماذا بالشافعي سنة النبي عليه الصلاة والسلام قول الشافعي سنة النبي اللي بيوكلين ونبي عليه الصلاة والسلام كل ما قال هو حق والصواب الشافعي نوح قد بقم هذا الكمالك كل يؤخذ من قوله يترك إلا رسول الله إلا صاحب هذا القبر دواء بشر سقط النول بيع علماء مسائل سكويستين صح أصحابتي سيبا مسائل قول كيسي كتغي ولي هذه المسائل صدني قولك القديم كابل قاضنية وكي جديد كشافعي لما قاضنية حالا قاضنين دليل كرتشح بكلين واي نينك أهل السنة هاي مركو فقه جنو حويان مذاهب تواخر السنة يو نفس كي السنة جاها بكتر اعتقاد كي صحيح أبو إلى شنيا اتباعه إلى شنيا تعليم الدليل بلا شنيا تعاسب كوكا فوقي هاي كلام المعصوم يا كلام غير المعصوم يوكل الدوين أبو الحسن الكرخي الحنفي أصول الكرخ وارنك قري عادك الحنفي دو أمانا إذا هذا نساق الشافعي بقوه الرئي أصول الفقه علمي تسنيف كيس الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا هذا كل قول ما كل آية آية كستو هذا الكيلهية وقولك حنفية خلاف صن أصل كوحي فإنها تحمل على النسخ ناسخ كلام مباهند ماذا بالحنفية آية خلافته إسكسي أقوى منسوخة ما نسخي قولك حنفية خلافته أو على الترجيح هو على قراج حسن يوحيد تسسي والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق سيلا سوافتشيو آيادا إيو قولو أصحابنا وحنفية دا وإلا يراهدو ولا قررت حي آياد وصيتو سيسي هذا ماها بين آيتين أما بين آية وحديث أما بين حديث وحديث وبين سيلا سوافتشيو بين قول الحنفية والآية الصاوي السنوي حويري واحد ما أنت ضدك قاركود إن اللي يهين وإن واجب تهاي إن مذاهب تافر تالا قلته قفكو أوقفنا نكبي حكرين نروح لنا ضدك عمدا مذهبنا إن الرعن واجبك معها عالم كي إلهي والله كل ميابي ويدين يا المسألة الدين تلسوا الدرستة سيدا إلهي ولي فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون رادين ما يان عوامتو مركي حجك تشوغان هذي شافعيين شيخ شافعية هذا مالكيين أو حنفيين شيخ مذهب كدر هذه المية ويتهس الدليل المرأة إلهي ويري أهل العلم وحويدية قف أهل العلم يوم بيحويدينين فسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون ذاتك أول ترجيح لهينا كما خصبنا
وحو مذهب الشيغي أفرتن مذهب علماء أنا من نور اسم الشيغي بجرة قديم النجر حديث النجر ودرجة الاجتهاد نقاري وحي كواسي رهدين أبدأ لرجحنتين وياهي سيد الدليل كتسين أيو كاسو قادن أيو ها صاوح لله يجوز التقليد مع عدد المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة ميدان المقلين كوالها قول كابن عباس ابن عمر أي كيرا هدين في الحامل والمرضع هل عليها قضاء أم عليها فدية أم فيها تفصيل قول كأي كيرا هدين وقول مهجورة ومذاهب تأفر تاني كتقين أنا ابن عمر ابن عباس ومذاهب تأفر طابق لقالسة ردوا قولك وكأنصح علماء مذاهب تا يودي قولك ودقاتين واتران مرة هلال المسألة كاد مركا قولك الصاوب كسعودا منك السدالي ابن عباس يا ابن عمر قول كود الدليل بنك قتقيه لكن مذاهب تعفر طابا أوران وقتقي مايو ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية ما بنانا إن دين لقدك توحان مذاهب تعفر تاني أوران حتى هدو وافق قول الصحابي أما وافق حديث ولب الصحيح هدو وافق آية فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل انت أصول بين واحدين قفك مذاهب تأفر تاكب حي مسألك خلافة وامد لنصان ضدك نول من ايا أطلب انت أصول كتوشين وربما أداه ذلك للكفر خلافك مذاهب تأفر تاكب انك قال لي ما قال رسالك ايها لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر بل قول كاسا كفر إن ظاهر ككتاب كي السنة على قاطة أصول كفر كم تقولي ظاهر كود معنا ووحى مركا آيات أما حديث كقف كي عارف باللغة مركبة وكفهمية ما يتبادر منها إلى ذهني إن تالس كقاطة كفر بولي صحابة رضوان الله عليهم وحي ظاهر الآية أم ليين بقاتل مركزون النبي عليه الصلاة والسلام تسعيحية ولم يكفروا وقالوا ذلك طوبات كانوا مرموا حسوا كفر يسكيل عليهم مرة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ظلم قبل حيو فهمين مطلق الظلم مع معاصي أي كترته أينا لم يظلم نفسه بين هذا النبي عليه الصلاة والسلام فهمكم بوتسعيحي ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم والمراد بالظلم في هذه الآية إنه يهي الشرك أيوم النبي قول شيء لكن يهي دنكو رايد ظاهر كذا إسقاط النبي عليه الصلاة والسلام كمورا الصحابة كانوا يأخذون بظواهر الكتاب والسنة ظاهر كتاب كي السنة يقادن شره كفرنا ما هو حقي هي الصوابك وانا السيدة الدلد وآيه نفرطي ظاهر الكتاب والسنة إنه قادن صاوي هذا كذا حاشية سكويا لا على تفسير الجلالين عشان تصير الجلالين كوكله. ركال البدع والشباب أصل كذي كان يان وتقريرين يان كذي بين نصوص تي وبندق يان نصوص تموقف كاي كقادنا يان وحكول حرية هاي وحياة أصل كذي كتير مركو رأي تقريرين الدين هانا يقعتين نصوص تو حي كيش وفاقا وخلافا. من سمات أهل البدع حكم يدا الاعتقاد ثم الاستدلال. المركو روح الاعتقاد كذا من الدليل الرادي هذا بان وجهته وانت حزبية دا مسلمين تكلا تفريق الصي بدعة كم يدا خلاف سنة منهج السلف اعتقد ثم بحث لها عن أدلة بقول كيو بقول بان هو بامركي الأساسية للسمينية إن الدليل الرادي مرضا بقول لانتقادي بالدليل الرادي وايو لأنه هو نصوم مرة واحد دليل إنه لو بشيء ولقينا معنا المغل إذا واحد دليل له شيء مرضا بو انتقادات أي مادين وحن ما بنانا وبيدعى وحاران مركز صار لبلابين بحوث يلا سميوها دليل الراديو ما يلا وحلو قد شف شفه مركز قف كمسلم كواجب كصارين وحويه أن يرجع للكتاب والسنة في جميع أمور الديني
رما دينتي صورنا إنه والله نقول كتاب كي الصنة مستر التلقي عنده واحد إنه هذا الكتاب الصنة وحكى استوى كلا نا إنه معيار إيه ميزان وقال لك كتاب كي الصنة فما وافق الكتاب والصنة فهو حق وما خالف الكتاب والصنة فهو باطل عقلي إنه مستر لقى ما دجان كروانا كاد الدوانا صاب تاعنا عقلي ومستر ونقول كريم حاجة دمبو شيخ منظومة كذا شيء جاية عقلي جاي يكون عقلي قاطع يعقلي ويحيه إلى هو أمره وطلق عليه قال كاسين وكذا هذا الدونا مثل هذا كوسابسا عقله مية هاي مستر التلقي مسمها والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.